هاد العائلة اللي كتشوف قدامك حيروا العلماء كيفاش كيتمشاو بهذه الطريقة. فأصحاب نظرية التطور قالوا بلي هذا دليل حي على أن الإنسان البدائي الأول كان قرد ومن بعد تطور الإنسان، ولكن في النهاية جاءهم الرد العلمي الصاعق. في تركيا وبالضبط في واحد القرية نائية في مقاطعة عطايف جنوب تركيا كتعيش عائلة أولاس واللي كتكون من الأب راجات والزوجة ديالو. راجات والزوجة ديالو عندهم 18 طفل، 12 منهم تزادوا في حالة وصحة طبيعية، بينما 6 تزادوا بإعاقة ما كيعرف حتى شي واحد النوع ديالها. واحد من هاد 6 سميتو غولن، فاش غتشوفو الأول مرة غتقول سكران، ولكن هذيك هي المشية العادية ديالو بسبب الإعاقة. المهم هو على الأقل كيقدر يتمشى على رجليه. وهنا كاينين الخمسة الخوت الاخرين اللي كيتكونوا من 4 البنات وراجل سميتو حسين. هذا هو حسين اللي مشى بهذه الطريقة اكثر من 28 عام. وافراد عائلة أولاس كانوا ما كيبعدوش على الدار بزاف، وهذا الشيء بسبب الاهانة والاستهزاء اللي كانوا كيتعرضوا ليه من طرف بعض سكان القرية. فالربعة البنات كانوا كيبقاو غير حدا الدار، اما حسين فكان كيمشي كيلومترات بهذه الطريقة وكيبعد على الدار لانه ما كانش كيتسوق بالمرة في الناس. واول شخص اكتشف هذه الحالة النادرة افراد عائلة أولاس كان هو عالم الاحياء التطوري التركي أونيرتان. فبعد ما شافهم بالصدفة لاول مرة وفحصهم ما فهمش بالضبط علاش كيتمشاو بهذه الطريقة، فقال بانهم كيعانيوا من متلازمة سماها على الاسم ديالو متلازمة أونيرتان، وقال بان الناس اللي كيعانيوا من هذه المتلازمة كيمشيو على الاطراف الاربعة ديالهم وكيعانيوا من صعوبات كبيرة في التعلم. واكتف احد الاوراق البحثية ديالو بان عائلة أولاس كتمثل احد اشكال التطور العكسي. الاخوان من اللي كنقول التطور العكسي معناه ان انسان من هذه الحقبة او من هذا العصر ولا كيتصرف تصرفات الانسان البدائي الاول، هادشي حسب التعبير ديالو بطبيعة الحال ماشي انا. المهم دازت مدة وبدات كتنتشر قصة عائلة أولاس في الاوساط العلمية، وهنا بداو بزاف العلماء من العالم كامل كيمشيو لعندهم وكيحاولوا يدرسوا الحالة الفريدة ديالهم. فعائلة أولاس كانت بحال واحد الهدية بالنسبة لاصحاب نظرية التطور، لانهم الا استطاعوا فعلا انهم يثبتوا بلي افراد العائلة فعلا كيمشيو على اربعة فغيكون هذا انتصار ساحق لاصحاب نظرية التطور. المهم شاف فريق متخصص من العلماء وبداو في دراسة تصرفات العائلة، واول شيء لاحظوا العلماء هو ان افراد عائلة أولاس كيمشيو على الراحة اليد ديالهم وماشي على المعاصم ديالهم كما كيتمشى الشمبانزي، وهذا الشيء اللي خلى الراحة اليدين ديالهم تولي قاصحة وتشكل واحد طبقة سميكة بحال اللي كاينة في الرجلين. ومن موراها داوهم للطبيب وداروا لهم تصوير للدماغ، والمفاجأة كانت بانهم لقاو بلي جميع افراد العائلة الخمسة عندهم تلف بعض اجزاء الدماغ، وبالضبط عندهم انكماش في المخيخ. ولكن واخا الانكماش في المخيخ مازال ما قادرينش يفسروا علاش كيتمشاو على يديهم ورجليهم، لانه كاين بعض الحالات بحال هذا الشخص الايطالي اللي ما عندوش المخيخ في مره ولكن مازال قادر يتمشى. ومراها علماء الوراثه في برلين غيدخلوا على الخط وغيقولوا بان سبب مشي العائله على اليدين والرجلين بلا شك غيكون سبب وراثي جيني، وقالوا بانه ربما هاد الخمسه الافراد من عائله أولاس عندهم في الدم شي جين من جينات اسلافنا البشر الاولين. وبالفعل خداو الدم ديالهم وقاموا بمجموعه من تحاليل الحمض النووي، ولكن مره اخرى ما لقاو حتى شي حاجه اللي كتثبت بانه كاين شي خلل وراثي او جيني وهو السبب في المشي ديالهم على اليدين والرجلين. وهنا العلماء نقدروا نقولوا حلو، ما لقاو حتى شي حاجه علميه اللي كتفسر علاش كيتمشاو على رجليهم ويديهم. وهنا العلماء بداو كيسولوا العائله على الطفولة ديال الخمسة كيفاش كانت، وبالضبط العامين الاولى من الطفولة ديالهم كيفاش كانت. فقالوا لهم اللي يلاه تزادوا تمشاو او حباو على يديهم ورجليهم لمدة 9 شهور كما العادة، ومن مورها مباشرة بداو كيتمشاو على يديهم ورجليهم بهذه الطريقة حتى اليومنا هذا، بمعنى انهم عمرهم حاولوا يوقفوا على رجليهم او حتى شي حد شجعهم او علمهم يمشيو على رجليهم وهما صغار. وهنا سول احد العلماء علاش هاد الشيء وقع وعلاش حتى واحد ما دار ابسط حاجه وهي يعاونهم يمشيو على رجليهم. ومن مورا ما طرحوا هاد التساؤلات مشى فريق الباحثين وجاب لهم داك اطار المشي اللي كيستخدموه المرودين للناس اللي كيحاولوا يمشيو. والمفاجاه كانت بعد ساعات قليله من تدريب الاخوه على المشي فكان تقدم كبير وقدروا يتمشاو خطوات على رجليهم، فكانوا كيتمشاو والفرحه باينه على وجوههم لانه كيحسوا بانه اخيرا كيحققوا شي انجاز في حياتهم. وهنا داك فريق الباحثين قبل ما يمشي رسلهم مع طبيب العلاج الفيزيائي وركبوا لهم اطار ماشي قدام الدار. وهنا بعد مرور ايام
بدات كتحسن الحالة الإخوة وبدات الابتسامة كترسم على وجوههم. وبعد مرور شهرين ديال التدريب والعلاج الطبيعي هكا ولا حسين أخيرا. وفي النهاية غتحول عائلة أولاس من أمل أصحاب نظرية التطور لإثبات شيء غير موجود بالمرة، الأمل لأنفسهم هما والعائلاتهم والقرية ديالهم. كان معكم فريد في قصة، دمتم سالمين.